السلام عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الإخوان، نعتذر لكم عن هذا التأخير عن الموضوع التي طلبته منا لظروف ما. واليوم سنتكلم عن نكمل درس ليزانستالاسيون دي ليبي. دابا غنتكلم على هاد لابارتي بلومبوري، يعني البي في سي كيفاش ندوزو، كيفاش كيتبرونشا الفلتر. نعطي نظرة عامة حول هذا الموضوع. اليوم عندنا ان فلتر و بوم دو فلتراسيون، هاد بوم دو فنتكلموا على الفونكسيونمون ديال هاد الشيمه هادي. عندنا هنا اسبيراسيون كانيفو، عندنا الفيدونج، عندنا اسبيراسيون بالي، عندنا رفولمون بيسين، عندنا بوم دو زوز، لاسبيراسيون انجيكسيون. اذا ملي كنبغي نخلي البيسين خدام مثلا كي روسيكلي، يعني كي فلتر الماء، هاد لي فان هادو كيكونوا مسدودين، هذا وهذا مسدودين، هذا كيكون محلول الاسبيراسيون كانيفو، كيجر هاد البومب فيلتراسيون كتجر الماء من هنا كيمشي للفلتر وكيخرج وكيمشي للبوش دو رفولمون، يعني كيدور. وفي الوقت في الوقت نفسه كاين الكوريناتور، هذا كنديرو فيه كلور. على الكلور كيكون على ما كيكونش بودر، كيكون على الشكل اللي كتشوفوه دابا في الصورة، يعني كيبقى يضرب في الماء هنا كيدوب وكيمشي بشوية بشوية وكيدخل. عندنا هاد بومب دوزوز هادي اللي كتشوفوها معنا في الشيمة ديالها في الصورة هنا على الأيسر، هادي فيها البي اش. عندنا ان سوند، يعني كتكون فيها واحد السوند كتعبر ليا البي اش، مثلا داكشي اللي مريقلة اللي ضبطناه، اللي كان هنا كتافيشي لي هنا اللي ضبطنا عليه هاد البومب دوزوز. ملي كتهبط البي اش اوتوماتيكمون هاديك لا سوند كتلونسي البومب، بومب كتخدم كتدفع ليا البي اش، كتبقى البي اش ديما ستاندار. كما قلنا كتجر البومب دو فيلتراسيون من هذا من اسبيراسيون كانيفو، والما كيدخل الفلتر وكيدخل هنايا كيدور لابيسي. عندنا هنا في الفلتر صورتي كيمشي ديريكت ليزيغو، ليزيغو شبرونشي ما كاين هنا كلابيون تي روتور وفان، هادي بومب دو رولوفاج، يعني الفيت كاف، باش لا كان شي تسريب ديال الماء في لوكال تكنيك كيمشي اوتوماتيكمون، هادي كتخدم اوتوماتيك عند فلوتور ديالها. دونك هنا هذا الفيدونج، مثلا بغيت نفرغ لابيسين كنسد هاد الفان وكنسد هذا كنحل هذا، وهاد البرا دو بوزيسيون كنديرها في الفيدونج كما كتشوفوا معنا الصوره ديال البرا دو بوزيسيون من الفوق اللي هي هادي، كنريقلن في هاد البرا كنديرها فيدونج، الماء ما كيبقاش يدخل لابيسين كيولي كيمشي ليزيغو. لو بغيت نفرغ لابيسين، الا بغيت ناسبيري ندير لاسبيراتور، الا توسخ لابيسي الارض ديالو توسخات، شنو كندير؟ هادو كيتسدو، كنحل هذا بريز، يعني بالي كنبرونشي في البالي، البالي هي على هذا الشكل اللي كتشوفو معنا دابا. الما فين كيمشي؟ الا كان مثلا وسخ قليل ما كاينينش لي زالك بزاف، كنخلي فيلتراسيون بحال الماء كيخرج من هنايا بالبالي، كيدوز لا من هنا لا من هنا، كيمشي من هاد البالي اللي كنبرونشي هنا وكيدخل يتفلتر، عاد كيرجع ليا نقي. الا كان لي زالك بزاف، يعني بحال لابسين الضص ديالو خضر، كندير نبرونشي البالي هنايا، وهنا كندير فيدونج كيولي داك الوسخ كيتلي عليا لي زيكو. عندنا هنايا ريغولاتور دو نيفو، هذا فلوتور شنو الضغط ديالو، كيكون هنايا هذا الرومبيسر هذا مبرونشي مع البومب دو بوي، يعني مع البير، هذا الكتروفان. اذا ملي كيهبط ليا النيفو ديال الماء في الكانيفو مثلا، كيتسد ليا الكونتاكت ديال الفلوتور، كيخدم ليا الالكتروفان كيعمر لابيسين. ملي كيكون الماء يوصل للمستوى اللي حنا باغين كيحبس اوتوماتيكمون. عندنا هادو هنا بروجيكتور تا هما غادي نتكلموا عليهم، وعندنا هنا هذه البومب دو زوز ديجا كتريقل لنا البي اش كما قلنا اللي كتشوفها معنا في الصوره. وهذا مكان، ونلتقي في درس اخر ان شاء الله، ومع السلامه.